أخبار اليوم. احنا اشتركنا في تأسيس ما يسمى إلبا، الجمعية الأوروبية لمرضى الكبد، موجودة في كل الدول الأوروبية. أسسناها معاهم سنة 2004، وأنا كنت عضو مجلس الإدارة 2004-2006، ولدت 2004. النهاردة له مقر داخل الاتحاد الأوروبي، ولهم صوت مؤثر جدا في كل الحكومات الأوروبية لعلاج مرضى الكبد، ونحن ما زلنا عضو في هذه الجمعية. المبادرة الرائعة دي اللي أنا بشرفنا كجماعة مجلس مصر نكون إن شاء الله طرف فيها، ونكون فعلا فاعلين زي عليه. جالوا يعني التكليف مع قائد العام النهاردة صباحا، وكان طبعا نفسه جدا يكون موجود معانا النهارده. حوالي 1800 حالة فيروس سي، بس هنفعل على الأرض وهننزل بالقافلة إن شاء الله، وبإذن الله يكون سيادة الفريق حاضر فيها ونعلمها على الجميع. أشكركم. كان الفئات التي ساهمت وعالجت وتعالجت من هذا الفيروس، من هذا الفيروس اللعين، لأبناء الوطن، لأبناء الشعب، الناس الجمال اللي موجودين، بقول لكم الحمد لله على السلامة، مبروك ومنورين القاعة، ودائما وأبدا بالشفاء والصحة والسعادة والسلامة يا رب إن شاء الله. بنخلو وسنخلو ليس من فيروس سي، ولكن من كل الأمراض. تحية لكل القائمين على هذا العمل، تحية لحضراتكم، لوسائل الإعلام التي لولاها ما نجحت هذه الحملة وما وصلت إلى هذه الدرجة من النجاح. دكتور جمال بيقول 1000 قرية، وأنا بقول له كل قرى وكل محافظات مصر، وفي خلال أشهر أو سنوات قليلة إن شاء الله مصر ستكون خالية من الفيروس. مدين أنا طبعا برحب يوم، وأتمنى طبعا من الله عز وجل. في الأول طبعا بشكر الدكتور جمال على المجهودات الكبيرة اللي موجودة. أنا مش هطول في الكلام، أنا طبعا كل اللي أنا بقوله ان فعلا ان شاء الله باذن الله احنا في تحدي كبير، اعتقد مرض لعين، بس ان شاء الله قادرين ان احنا التحدي ده باذن الله ان احنا نوصل للمليون، يعني ان شاء الله باذن الله شفاء كل سنه باذن الله نحاول نوصلها. نوصل لده بالتعاون والتكاتف مع بعضينا، نوصل لده ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض، نوصل لده بالدعم، ان كل واحد قادر ان هو يعمل حاجه من مكانه ومن موقعه يقدر يعملها. انا بالنسبه لي طبعا بقول اني انا بشكر طبعا ان انا اكون موجود في دعوه زي دي، وبشكر ان انا اكون موجود في حمله زي دي. وافضل شيء في الدنيا انك انت فعلا تساهم وتساعد في حاجه فيها خير، كمان لو كانت لحد كمان هو مريض محتاج ان هو يتعالج، لان المريض ده ممكن يكون حد من اهلي، ممكن يكون حد من قرايبي، ممكن يكون اقرب الناس ليك. فانا اعتقد ان ده دورنا، واحنا كناس يعني نتمنى ان شاء الله ان يكون فعلا المجتمع بيحبنا ويكون بيثق فينا، ان احنا نكون مساهمين وان احنا نكون داعمين. طبعا انا يمكن مع الجمعيه ومع الدكتور جمال قلت ان شاء الله باذن الله ان احنا اي حاجه مطلوبه مننا ان احنا نكون واقفين فيها، وان احنا نساعد فيها اهالينا ان شاء الله باذن الله فعلا يبقى مش مليون كل سنه، نتخطى المليون بشار الرحمن، ولكن ده محتاج تكاتف من الجميع، ومحتاج تكاتف من الاخوه الاعلاميين ان هم يدعموا. كل الشكر ليكم تاني، ونتمنى ان شاء الله باذن الله احنا نلتقي، واحنا بنقول مبروك لملايين ان شاء الله شفت من فيروس سي. شكرا.